إلى هوادة تخوضها المصالح الأمنية ضد شبكات تهريب المخدرات. كمية مهمة تصل إلى 12 طنا من مخدر الشيرة كانت مخبأة بإحكام في قنوات لتصريف المياه. شحنة كانت في طريقها إلى ميناء الدار البيضاء قادمة من أحد المستودعات. وتمكننا من إيقاف بعد واحد ساعة ولا ساعة ونص تقريبا ديال الحراسة للديبو، تمكننا من إيقاف واحد الشخص اللي بعد واحد لافيلاتور اللي تمكننا من الإيقاف ديالو، ومن بعد ما تمكننا من إيقاف ديالو خضعناه لبحث معمق.